عزيزي الطالب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك في درس جديد من دروس التعلم عن بعد، مادة الدراسات الاجتماعية الصف السابع، ودرس اليوم بعنوان مظاهر حضارات بلاد الرافدين الجزء الأول من الوحدة الثانية حضارات بلاد الرافدين. أهداف الدرس: من المتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادر على أن يوضح خصائص الحياة السياسية في حضارات بلاد الرافدين، يعدد طبقات المجتمع في حضارات بلاد الرافدين، يبين خصائص الحياة الدينية في حضارات بلاد الرافدين. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا نتعرف على عناصر الدرس السابق من خلال المخطط التالي. درسنا فيما سبق حضارات بلاد الرافدين وعوامل قيام تلك الحضارات. درسنا مفهوم الحضارة، وهي كل ما ينتجه العقل الإنساني من مظاهر مادية أو معنوية. فمن المظاهر المادية المباني والمعابد والأسلحة والأدوات والتقنيات الحديثة، بينما تتمثل المظاهر المعنوية في الثقافة والعادات والتقاليد والآداب والفنون. كما درسنا مصطلح بلاد الرافدين، وهو مصطلح يطلق على الأرض التي تقع بين أكثر من نهر، وتحديدا المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات في جمهورية العراق حاليا. كما درسنا عزيزي الطالب عوامل قيام حضارات بلاد الرافدين: الموقع الجغرافي، حيث كان للموقع الجغرافي في غرب قارة آسيا حول أنهار الخصبة الدافع القوي للاستقرار في بلاد الرافدين. كما درسنا نهري دجلة والفرات، ساهم نهر دجلة والفرات في ازدهار الزراعة من خلال توافر التربة الخصبة، وجود المياه العذبة، نقل المنتجات. كما درسنا الهجرات البشرية، حيث جاءت الهجرات البشرية من المناطق المجاورة وسكنت واستقرت في بلاد الرافدين، فاستغلت الموارد الطبيعية أحسن استغلال وأقامت الحضارات البشرية على أرضها. حضارات بلاد الرافدين: درسنا حضارات السومريون، وهم أول الشعوب التي سكنت بلاد الرافدين، وكانت مدينة أور عاصمة لهم، وكان الملك أورنمو أشهر ملوك الدولة السومرية. الأكاديون هاجروا من شبه الجزيرة العربية، وكانت مدينة أكاد عاصمة لهم، وكان سرجون الأول أشهر الملوك. كما درسنا عزيزي الطالب البابليون، أو الدولة البابلية الأولى، هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى وسط البلاد، وكانت مدينة بابل عاصمة لهم، وكان الملك حمورابي أشهر الملوك. كما درسنا عزيزي الطالب الأشوريون، هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى شمال البلاد، وكانت مدينة أشور عاصمة لهم، وكان أشهر الملوك أشور بني بال. كما درسنا أخيرا الكلدانيون، أو الدولة البابلية الثانية، استقروا على ضفاف نهر الفرات قادمين من شبه الجزيرة العربية، وكانت مدينة بابل عاصمة لهم، وكان أشهر الملوك نبوخذ نصر. مظاهر حضارات بلاد الرافدين: لم يمنع اختلاف وتعاقب أنظمة الحكم في بلاد الرافدين من أن تكون مظاهر الحضارة متشابهة، لأن كل شعوب بلاد الرافدين قد ساهموا في بناء الحضارة من خلال فترات زمنية متعاقبة. والآن عزيزي الطالب، نتناول الهدف الأول: يوضح الطالب خصائص الحياة السياسية في حضارات بلاد الرافدين. أولاً، الحياة السياسية:
عزيز الطالب، هيا بنا نفتح الكتاب المدرسي صفحة 56 للتعرف على مظاهر الحياة السياسية في حضارات بلاد الرافدين. عرفت الحياة السياسية في بلاد الرافدين بالتنوع في نظام الحكم والإدارة والتشريعات، فهيا بنا نتعرف على بعض مظاهرها. أولا، نظام الحكم. كان نظام الحكم ملكي وراثي، فالملك هو القاضي الأعلى والقائد الأعلى للجيش. كان يساعده مجموعة من الموظفين على رأسهم الوزير وحكام الأقاليم. ب. القوانين والتشريعات. تعد التشريعات القانونية أهم ما يميز حضارة بلاد الرافدين، إذ احتوت على أقدم القوانين المكتشفة في العالم القديم، وكتبت بلغة قانونية دقيقة. ومن أهم القوانين والتشريعات قانون حامورابي، هي قوانين وضعها الملك حامورابي في عهد الدولة البابلية، وتضمنت مئات التشريعات القانونية، ودونت باللغة البابلية، ونقشت على مسلة حجرية. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا نجيب على السؤال التالي. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: قوانين نقشت على مسلة حجرية تضمنت مئات التشريعات القانونية تعود للملك. ألف سرجون الأول، باء آشور بانيبال، جيم أورنمو، دال حامورابي. أحسنت، الإجابة الصحيحة حامورابي. والآن مع الهدف الثاني من الدرس، يعدد الطالب طبقات المجتمع في حضارات بلاد الرافدين. ثانيا، الحياة الاجتماعية. والآن عزيز الطالب، هيا بنا نفتح الكتاب المدرسي صفحة 57 للتعرف على الحياة الاجتماعية في بلاد الرافدين. تألف المجتمع في بلاد الرافدين من طبقات، ويمكن توضيحها على النحو الآتي: طبقات المجتمع في بلاد الرافدين: الطبقة الدنيا، أسرى الحروب والعبيد. الطبقة الوسطى، العمال والفلاحون. الطبقة العليا، الكهنة وملاك الأراضي وكبار التجار. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا نفتح الكتاب المدرسي الصفحة 62 لنجيب على السؤال الأول رقم 4. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: 4. تمثلت الطبقة الوسطى في مجتمع بلاد الرافدين من: ألف العمال والفلاحين، باء أسرى الحروب والعبيد، جيم الملك والكهنة، دال ملاك الأراضي وكبار التجار. أحسنت، الإجابة الصحيحة العمال والفلاحين. والآن عزيزي الطالب، مع الهدف الثالث، يبين الطالب خصائص الحياة الدينية في حضارات بلاد الرافدين. ثالثا، الحياة الدينية. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا نفتح الكتاب المدرسي صفحة 57 للتعرف على خصائص الحياة الدينية في حضارات بلاد الرافدين. للدين أهمية كبيرة في حياة الشعوب، فهو الذي يحدد سلوك الإنسان وحياته وعاداته وتقاليده وأعرافه. ولعل أهم ما يميز المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين
ألف تعدد المعبودات نتيجة تعدد المدن والدول، حيث كان لكل مدينة إله يدافع عنها وآلهة أخرى للدولة. باء الحياة بعد الموت. اعتقد سكان بلاد الرافدين بوجود حياة أخرى بعد الموت، فوضعوا موتاهم في قبور خاصة ووضعوا معهم الطعام والشراب. طيب. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا نتعرف على ملخص درس اليوم من خلال المخطط التالي. مظاهر حضارات بلاد الرافدين، الجزء الأول. ألف، أولاً الحياة السياسية. ألف، نظام الحكم. كان نظام الحكم ملكي وراثي، فالملك هو القائد الأعلى، والقائد الأعلى للجيش يساعده مجموعة من الموظفين على رأسهم الوزير وحكام الأقاليم. كما درسنا عزيزي الطالب القوانين والتشريعات. تعد التشريعات القانونية أهم ما يميز حضارة بلاد الرافدين، إذ احتوت على أقدم القوانين المكتشفة في العالم القديم، وكتبت بلغة قانونية دقيقة، ومن أهمها قانون حمورابي، وهي قوانين وضعها الملك حمورابي في عهد الدولة البابلية. تضمنت مئات التشريعات القانونية ودونت باللغة البابلية ونقشت على مسلة حجرية. كما درسنا عزيزي الطالب ثانيا الحياة الاجتماعية، حيث تألف المجتمع في بلاد الرافدين من عدة طبقات. الطبقة العليا وهي مكونة من الكهنة وملاك الأراضي وكبار التجار، والطبقة الوسطى مكونة من العمال والفلاحون، الطبقة الدنيا من أسرى الحروب والعبيد. كما درسنا عزيز الطالب الحياة الدينية، أهم ما يميز المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين. ألف، تعدد المعبودات كان نتيجة تعدد المدن والدول، حيث كان لكل مدينة إله يدافع عنها وآلهة أخرى للدولة. باء الحياة بعد الموت. اعتقد سكان بلاد الرافدين بوجود حياة أخرى بعد الموت، فوضعوا موتاهم في قبور خاصة ووضعوا معهم أوعية الطعام والشراب. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا نفتح الكتاب المدرسي، الصفحة 63، السؤال الثالث، رقم باء وجيم. السؤال الثالث، أجب عما يأتي. باء، أذكر أهم القوانين التي عرفتها بلاد الرافدين. أحسنت، هي قوانين الملك حمورابي في الدولة البابلية، والتي تضمنت مئات التشريعات القانونية والتي نقشت على مسلة حجرية. جيم، عد طبقات المجتمع في بلاد الرافدين. أحسنت، الطبقة العليا وتشمل الكهنة وملاك الأراضي وكبار التجار، الطبقة الوسطى وتشمل العمال والفلاحون، الطبقة الدنيا وتشمل أسرى الحروب والعبيد.